الإمام العسكري عليه السلام. لم يكن الإمام العسكري عليه السلام ممن يرغب بالدنيا وبهرجها، ولذلك كانت حياته كلها في خدمة الإسلام ورد الشبهات والتصدي لمن أراد سوءا بالمسلمين ومعتقداتهم ومقدساتهم عن قصد أو دون قصد. وفي واحدة من مشاكل المسلمين كتب الفيلسوف أبو إسحاق الكندي كتابا عن تناقضات القرآن الكريم، ولما لم يستطع أحد من طلابه رده انبرى الإمام العسكري لحل هذه المشكلة، ولكن بطريقة غير مباشرة وعن طريق أحد أصحابه. يا سيدي أيها العالم الجليل، تعرف أني منذ سنوات أتتلمذ على يديك، ألا تحدثني عما أوردته في هذا الكتاب عن القرآن الذي شغلك كثيرا؟ ولم لا، وأنت ممن أخذ عنا وتتلمذ على يدينا، ولكني أردت إكماله لأرى رأيي فيه من نشره أو حصر الإطلاع عليه على العلماء وأهل المعرفة. بالله عليك، إن كان لي عندك جاه ومكان أن تحدثني الآن عما فيه من الفنون والعلوم. لقد جمعت فيه موارد كثيرة من الآيات والسور التي يعارض بعضها بعضا، وتختلف آياتها مع آيات أخرى، وأفردت فصلا لأوامر قيلت في مكان وجاءت أوامر غيرها في آية أخرى مع وحدة الموضوع. ولكن يا سيدي حضرتني مسألة، إن أذنت لي سألتك إياها. سل ما بدا لك. إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به غير المعاني التي ظننتها أنك ذهبت إليها؟ إنه من الجائز. فما يدريك لعله قد أراد غير الذي فهمت وذهبت أنت إليه، فتكون واضعا لغير معاني. ماذا؟ أعد علي ما قلت. أعد ما قلت. إذا كان من الجائز أن يكون المراد غير ما فهمته أنت من القرآن، ألا تكون واضعا لغير معانيه من حيث ظنك أنها معانيه؟ إن هذا محتمل في اللغة وسائغ في النظر، ولكن من أين لك هذا الرأي؟ إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. كلا كلا، ما مثلك من يهتدي لهذا ولا بلغ هذه المنزلة. أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك هذا. أمرني أبو محمد الحسن بن علي أن أتلطف إليك حتى أسألك عن الكتاب بهذا. الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. أيها الصبي، أوقد النار وجئني بالكتاب لأحرقه. وهكذا أحرق الكندي العالم المعروف كتابه، ووقى الله المسلمين شر هذه الفتنة بالإمام العسكري عليه السلام الذي أقر له الكندي وأحرق كتابه
لجملة قالها هذا الإمام المعصوم، فدخلت قلب الكندي وملكت عليه عقله.